تخافيش ما تخافيش. ها هي النكبة. اليوم في ذكرى نكبة 1948. نحن نقاسي ما لا يقاسي أحد من البشر. والله اللي رمته علينا إسرائيل في 8 شهور و10 أيام أكبر من القنبلة الذرية التي ضربت هيروشيما وناجازاكي. والعالم يقف بجانب إسرائيل ولا يقف بجانب المظلوم. نحن يا عالم مظلومين، نحن يا عالم ارحمونا، اقفوا بجنبنا، ردوا العدوان. نحن نعيش اليوم مش في هجرة واحدة، في مراحل تنقلات من الهجرة. يعني الهجرة تساوي 1000 هجرة من سنة 1948. نزوح بلا مأوى، نزوح بلا غطاء، بلا ماء، بلا شراب، بلا طعام، طعام غير متوفر. بدل أن أكون في المسجد وشرد، بدل أن أكون في أحفادي وأولادي أعيش بينهم، بين كنيني وأولادي وأولاد بناتي وأولاد أحبابي وجيراني في هناء وصفاء وحياة راغدة، أهجر؟ أكم تهجيرة بالهاجة؟ كان أملي سنة 48 أن أعود، لكن الأمل اليوم أن أعيش. في فرق بين العودة إلى وطني الأصلي، يبنى وبيارتي وداري اللي أبوي عرق لليوم موجود فيها، والحمضيات تاعتي والبير تاعي بير أبوي والماكينة اللي تطلع المي من الأرض أن أعيش فيها. اليوم أنا أتمنى بس أن أعيش سليم بدون عاهة. والله لقمة العيش ما هي موفرة. مش قادر اوفي لنفسي الامن والامان. انا اعيش في منتهى الخوف. مش قادر اوفر لابني وابن ابني الامن والامان يا جدي.